للمزيد حول الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب أو عبر الهاتف من اسطنبول الأستاذ محمد مشينش، رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا. أهلا بكم أستاذ محمد إلى استوديو الرافدين. يعني في يوم واحد تتلقى إدارة ترامب صفعتين فيما يخص القضية الفلسطينية، يعني كيف بالإمكان وصف ما جرى في أروقة الأمم المتحدة اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا أقول هي ثلاث صفعات، يعني هي تأتي في ظل الذكرى السنوية لإعلان ترامب والموقف الدولي الذي برز أيضا في سياسة في إعلان الدولي تجاه سياسة ترامب عندما صوت المجتمع الدولي بغالبيته ضد قرار ترامب. واليوم يعاد نفس المشهد وتأكيد على أن العالم لا يمكن أن يقبل وأن يسكت بما يقوم به ترامب والكيان الصهيوني تجاه أهلنا في فلسطين وتجاه المقاومة الباسلة التي تسطر الإنجازات تلو الإنجازات دون أن تخرق أي شكل من أشكال القوانين الدولية. القانون الدولي ضمن حق المقاومة للشعوب المحتلة ونحن شعب محتل والمقاومة الفلسطينية لا تمارس أي نوع من أنواع العمل خارج إطار القانون الدولي وهي تسعى بشكل مباشر إلى نيل الحقوق والحرية. الأمر الآخر أن ما حصل بالأمس في الأمم المتحدة هي صفعة بكل معاني الكلمة، خصوصا أنني حقيقة تابعت كلام مندوب دولة الكيان الذي كان جاهزا لخطاب الفشل الذي تبع تصويت والذي تبع التصويت ضد هذا القرار، ولكن بنفس الوقت أنا أقول الفلسطينيون ونحن كلنا بحاجة إلى مزيد من الجهد ومزيد من العمل لأجل كسب مزيد من الأصدقاء ومزيد من الحلفاء وإيصال الفكرة والرواية إلى شعوب الأرض جميعا بأن هذا الشعب الفلسطيني الذي يرزخ تحت الاحتلال هو يناضل من أجل حريته فقط وليس أكثر من ذلك. وكلنا شاهد نيكي هيلي التي ختمت وجودها في الأمم المتحدة وختمت عملها بهذا الفشل الذريع التي حاولت في البيان الذي ساقته أن تضلل الإعلام بصياغات خبيثة حقيقة كانت تدعي استهداف المدنيين إلى آخره حتى تكسب التأييد. موقف أوروبا حقيقة موقف أساءنا جميعا، كنا نتوقع أن يكون هناك موقف أوروبي أكثر انحيازا للشعب الفلسطيني، وكذلك كما شاهدنا عفوا من الموقف الإيرلندي بعد هذا التصويت جاء الموقف الإيرلندي المشرف الذي حقيقة أسعد الفلسطينيين كثيرا. ثم أيضا أنا أنظر بعين أخرى إلى الموقف أمريكا اللاتينية الذي فاجأنا أيضا من البرازيل والأرجنتين، هذه دول يعني فيها مناضلين وفيها ناس تاريخيين ويعرفون الاحتلال ومعنى الاحتلال، للأسف كان مواقفهم أيضا ليست جيدة. وطبعا لا يفوتنا أن نحيي كل الدول العربية والدول الإسلامية التي وقفت مع الشعب الفلسطيني وهو موقف أثبتت فيه هذه الدول عروبتها وانتمائها لهذه الأمة وإلى دينها، موقف حقيقة مشرف في زمن يعني رغم عدم تمرير الضغوط الأمريكية. نعم، رغم عدم تمرير القرار الأمريكي لأن نتائج التصويت عليه تكشف انقساما دوريا حول إدانة حماس، يعني كيف ترى الانقسام الدولي في هذا الصدد؟ هل يصب ذلك في صالح الحركة على أنها حركة مقاومة ضد محتل؟ يعني المشهد المهم الذي نقرأه أننا شاهدنا أن الانتماء الوطني سما فوق الحزبية عندما رأينا مندوب فلسطين الدائم كيف وقف ضد هذا القرار، لأن الأمر لا يستهدف حركة حماس بذاتها إنما هو يستهدف جميع المقاومة الفلسطينية. اليوم يتم استهداف حماس وغدا يتم استهداف الجبهة الشعبية والذي يليه الجهاد الإسلامي وبعده شهداء الأقصى وكل المقاومة. لذلك كانت القراءة صحيحة لمندوب فلسطين في الأمم المتحدة الذي وقف مع ضميره ومع ضمير أبناء شعبه ضد هذا القرار وعمل جاهدا لأجل ذلك. حماس لا تمثل نفسها، حماس هي جزء من هذا النسيج الفلسطيني وجزء من المقاومة الفلسطينية، وأي استهداف لأي جزء من مكونات شعبنا الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية هو استهداف للكل الفلسطيني. نعم، العديد من المحللين يعني عدوا ما جرى هو استفتاء
على سياسات الرئيس الأمريكي وإثبات لفشل تعاطيه حول القضية الفلسطينية. إلى أي مدى تتفقون كفلسطينيين وأنت كرئيس مؤتمر فلسطيني تركيا مع ما يقوله هؤلاء المحللون؟ يعني بلا شك أن العالم كله اليوم يعاني من سياسات ترامب الهوجاء التي حقيقة تنعكس سلباً على أمن المنطقة بشكل عام وحتى على مستوى العالم. سياسات ترامب وحتى سياسات الكيان الصهيوني المدعومة من ترامب بشكل مباشر، العالم بدأ يضج بمثل هذه الرواية، وبدأ العالم ينحاز تجاه الرواية الفلسطينية. بغض النظر عن تصويت على المشروع الأول، شاهدنا كيف كان المشروع الثاني وهو مشروع إيرلندا، كيف أن الغالبية العظمى صوتت ضد الاحتلال وسعت إلى أن يكون هناك سلام بغض النظر عن قناعتنا بما يقولون، ولكن كان هناك رفض لسياسات الكيان الصهيوني التي هي هذا الكيان لا يستطيع أن يمارس هذه السياسات لولا أن ترامب يقدم له الدعم المباشر. طبعا بلا شك أن هذا الأمر يعطي زخم جديد للعمل الفلسطيني والدبلوماسية الفلسطينية وللعمل الفلسطيني على مستوى العالم، بأن هناك إمكانية للنجاح وأن هناك قدرة على تسويق الرواية الفلسطينية الحقيقية، وهناك قدرة على الوقوف ضد الرواية الإسرائيلية المكذوبة، وأن العالم يمكن أن ينحاز مع الخيار الفلسطيني، وما عاد العالم كما كان سابقا منحازا بكليته إلى الكيان الصهيوني. اليوم شاهدنا دول كبيرة مثل روسيا مثل الصين وقفت ضد القرار بغض النظر أنها كانت تريد النكاية بالولايات المتحدة، ولكنه موقف يسجل لها بأنها انحازت في هذا التاريخ إلى المقاومة الفلسطينية وإلى حقوق الشعب الفلسطيني. الأستاذ محمد بشينش رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.